أوقاتكم مشاهدينا، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج أحاديث عائلية. بحلقتنا لليوم: تربية الأطفال أحد أهم واجبات الوالدين وأصعبها، فما هي أهم قواعدها وأساليبها حتى لا تنطفئ مصابيح العقل؟ كيف نسيطر على الغضب وما تأثيره على أطفالنا؟ فاصل صغير ونرجع بعده لنتابع مشوارنا، خليكم معنا. أهلا بكم من جديد. على الرغم من أن التربية مصطلح شائع بين عامة الناس وقد يكون مفهوما بإطاره العام، إلا أن التربية علم وفن قائم على عدد من النظريات والأساليب التي تسعى لإكساب الفرد مفردات الحياة الأولى منذ نعومة أظافره. فكيف يستطيع الوالدين تربية أطفالهم تربية أقرب ما يكون للمثالية أو الأسس الصحيحة؟ هذا ما سنتعرف إليه في التقرير التالي، لنتابع معا. يسعى كل أب وأم إلى تربية أبنائهم ليصبحوا أفرادا محترمين وفاعلين في المجتمع عندما ينضجون، وبناء شخصية الطفل تحتاج إلى بذل الجهد من قبل الوالدين وتقديم الحب غير المشروط والكثير من الدعم. وفي حين أن التربية قد تكون عملية صعبة ومرهقة أحيانا، ولكن الاستثمار في تربية الأبناء يعود عليهم بأفضل انطلاقة ممكنة لحياتهم. تشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين يظهرون سلوكا أفضل تمت تربيتهم من خلال آباء استطاعوا أن يجمعوا بين الدفء والحساسية، بالإضافة إلى تجنب الأساليب العنيفة والإهمال والحماية الزائدة. فإن هناك العديد من المسؤوليات التي تقع على عاتق الوالدين ويجدر بهم مراعاتها في تربية أبنائهم، منها الحفاظ على صحة الأطفال وسلامتهم وغرس المهارات الاجتماعية ودعمهم فكريا وعاطفيا. تربية الأبناء مهمة شاقة على الوالدين وتصبح أصعب بفقدان أحدهما، إلا أن أغلب قصص الأمهات مع أبنائهم في هذه الحالات هي روايات نجاح وإبداع. لنفتح حديثنا العائلي اليوم ونتجاذب أطرافه مع أحد العائلات السورية. طبعا بسنة أن نستضيف الطالبة هبة عمار ووالدتها عفاف عمار. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. خليني أبدأ معك هبة. هبة، بأي صف أنت؟ أنا صف 11. صف 11 علمي ولا ادبي؟ علمي. علمي، ويعني هي السنه انت صف 11. تمام. يعني لسه ما وصلتي للبكالوريا وتحضيرات البكالوريا. تمام. كيف هيك بالمواد العلميه؟ لا تمام، يعني انا فاتي علمي بقناعه. فحابه شو مفكره بدك تدخلي؟ صيدلي. صيدلي. بعيد تماما عن موهبتك. ايه. خلينا نحكي شوي عن موهبتك هبه. انا تمثيل. يعني شاركت بمسرحية اسمها مريض وهم. هلا التمثيل بشكل عام بده قناعة، أول شيء بالشخصية اللي أنت رح تمثليها، بده إحساس أنك تحسي أنه عن جد أنت مانك عم تمثلي، يعني أنه أنت أخذت الدور عن جد. أخذت الدور عن جد لحتى عن جد تطلع أنه معك، أنه بكل هيك أريحية وحب واهتمام. من أي ما تحسيتي حالك هبة أنه أنت عم تمثلي؟ صراحة أنا حسيت بالموهبة وقتها فتت بالمسرحية مريض وهم، هي كانت السنة الماضية. يعني حسيت انه عندي قدرة انه عن جد انا ادخل على المسرح امثل ونمي هي الموهبة. يعني فيني اقول انه تقريبا مثلا المعلمات هن اكتشفوا الموهبة بالبيت؟ لا. ماما كيف اكتشفتيها؟ الانسة لميس عباس هي المدربة. اي صف كنتي؟ السنة الماضية بالعاشر. السنة الماضية، مو من زمان يعني؟ لا مو من زمان، هي اللي اكتشفت لي الموهبة. يعني أنا وقت فتت على المسرح هي اللي اختارتني ويعني قدمتي هاي المسرحية. رح نحكي عن هاي المسرحية اللي قدمتيها، بس بدنا نسأل والدتك هلا هبة، ما لها زمان مكتشفة موهبتها، أنت حسيتي إنه عندها هاي الموهبة ولا ممكن المعلمات إن كان لهم دور أكبر؟ طبعا من خلال نشاطاتها بالأيام المدرسة كان عندها هيك حركات، يعني عندها فضول انه بتلاقي هي الحركات التمثيليه عندها. بالضبط. اما لما اللي قدمت المسرحي طبعا حسيت انه وشاهدت هالمشهد اللي مثلت فيه كان حسيت انه عندها الرغبه وعندها القوه انه توقف على المسرح وتمثل
ما في اي عائق. حضرتي المسرحيه بالضبط كيف أيوة. كان هيك بدنا نسالك عن شعورك وانت عم تشوفي هبه؟ لا كثير انه اثر فيني المشهد، انه هيك قلت انا بنتي وقفت على المسرح وبكل شجاعه وما في اي خوف، ما في نهائيا ما في اي قلق. ما صدقتي انه ممكن تقدم هيك؟ بالضبط. ولا كان عندك توقع انه لا هبه بتقدم هيك شيء، ولا كان اكثر من توقع؟ هي شخصيتها يعني انه انه عندها يعني شخصيتها يعني انه بتخليها انه تاخذ ادوار يعني على المسرح، بس كانت المفاجاه انه ما كنت هيك لهالدرجه انه اتوقع انه تكون عم تقدم بهي الطريقه، عم تقدم بهي الشجاعه وهي الطريقه. هبه بدنا نسالك عن دورك، يعني صار عنا فضول نعرف شو دورك بالمسرح. هلا انا كنت انا وزوجي خدامين بالبيت، كنا نعرف كل اسرار البيت، ونحن كان عندنا هدف انه نصلح كل شيء، يعني حتى كان في عندنا مرت الاب هي يعني كثير شريره وهيك، فكنا بدنا نطلعها من البيت ما بنعرف كيف. ايه صرنا نعمل خطط وهيك، وبالاخير يعني ضبطت العيله وهيك، يعني نحن كنا مو بس خدامين، نحن كنا مقربين للعيله كثير، يعني مو محببين من قبل العيله. ايه كثير. شو اللي حبيتي بالدور؟ يعني اكيد بالمسرحيه في اكثر من دور، الاستاذ هو اللي قال لك انه خدي هذا الدور بيلبق لك، ولا كيف؟ ايه لا نحن الان لميس عباس هي اللي اختارت الادوار، يعني كل واحد و لقيت هذا الشيء بيناسبه. هذا الشيء بيناسبه، وهذا الشيء عن جد انه في بيبدع فيه بيحس فيه، ونحن يعني رفعنا له راسنا كيف كان الاقبال على المسرحيه؟ كيف شفتي؟ لا تمام، واجوا يعني مو بس عائلتنا وهيك، واجوا الرفقه واجوا يعني كان في حضور منيح. كان في حضور منيح. وبعد بعد ما خلصتوا المسرحيه شو سمعتي؟ كيف كانت الاراء بعد ما؟ لا تمام كان حلو. ايه كثير. بدي اسال كمان هيك والدتك، كنت انت متفاجاه من هبه بتقديمها؟ بالضبط. اكثر من الشيء اللي انت متوقعتيه، كيف كان هيك اراء كونه كانت العائله كلياتها فينا نقول موجوده او معظمها، كيف كان الاراء فيهم لهبه؟ لا الاراء كثير انعجبوا بدوره وتفاجئوا انه بهالدور اللي اخذته هالشخصيه اللي كانت انتم انه على المسرح بهالشجاعه وهالقوه اللي قدمت فيه الدور. هلا انا بدي اسالك بشغله، كنا نحن هيك عم نذكر بالمقدمه انه يمكن بتصير تربيه الابناء شيء عمل او مهمه كثير شاقه، خاصه لما بيكون في فقدان لاحد الوالدين. زوجك شهيد الله يرحمه. قديش هي المهمه كانت صعبه بالنسبه لك؟ كثير. كم ولد عندك؟ كان عندي 4 صبيان وبنتين. كيف كان هيك الوضع خاصه انه في عندك مهندسين؟ عندي مهندسين، 4 مهندسين ما شاء الله. كان عندي طالب ضابط مهندس طبعا تصرح باصابه، وسجل تجاره واقتصاد، وهلا صار سنه ثالثه، وهي البنوتي باخر العنقود، هاي غنوشه البيت دلوات البيت هاي. واضح انه مدلله عندك. طبعا لقيت صعوبه انا بتربايتين، لما اللي توفى ابوها الله يرحمه كانت بالروضه، يعني كانت صغيره، ما لسه ما كانت واعيه على ابوها، واخذت الحمد لله الله ساعدني، يعني انه اعطاني القوه انه تمام انك تكفي هالمهمه لحالك. بالضبط. اذا بدنا نسالك عن هبه كونه هي هيك صغيره، يعني لقيت يمكن هيك في عندها شيء موهبه فينا نقول هي خاصه فيها بالنسبه لباقي اخواتها؟ غير اخواتها. هلا ممكن يكون في اعتراض من اخواتها انه لا ما في داعي لهي الموهبه، لا. شو دورك انت كأم كمان؟ لا ما يعني دائما يعني هنن معاها بكل خطوه بتمشيها، بس ضمن صح، يعني مو شيء ثاني، بيساعدوها دائما بيدعموها، وطبعا كمان انا بمساعدتي بدعمها يعني بموهبتها بدراستها بكل شيء، دائما بكل شي انت موجوده معها. بالضبط. بدي كمان هيك اسالك عن موضوع هبه، يعني هلا هي حاجة 10 علمي، العلمي بده دراسه بده طبعاً. اهتمام طبعا مثل اي شيء تماما، يعني ما عم نقول انه عم نفضل الشيء العلمي عن اي شيء ثاني، ولكن مثل اي شيء بده تعب. بتخافي انه تخليها مثلا كمان تاخذ ادوار؟ يعني ممكن هلا يتقدم لادوار ثانيه، بتخافي على هذا الشيء من شان مستقبلها؟ اذا كان في اذا كان في توازن، طبعا هي قد هالشهاد، اذا في توازن بين دراستها وبين موهبتها انا ما عندي مانع، ودائما بدعمها بهال انه
بهالاتجاه هذا بالضبط. هبه بدي اسالك هلا، كيف يعني انت تحضير، يعني لازم يكون حد عشر علمي، لازم يكون مثل بدنا نقول طبعا العلمي هو اساسه من قبل، ولكن ال11 بيكون هيك عم تهيئي حالك وتحضري حالك بشكل جيد تماما للبكالوريا، بتحسي الموهبه عم تاخذك شوي عن دراستك؟ كيف عم تنظمي هون؟ هلا اول شيء لا، يعني بالعكس انه انت في كثير شغلات بالموهبه اللي عندي التمثيل هي بتحفزك انك تدرسي. واول شيء في عندنا شيء اسمه سرعه البديهه عندنا بالتمثيل وبالحفظ كمان، فانه يعني كثير بتساعدك، يعني حتى انه مو بس يعني الشغلات اللي عم تاخذيها بالتمثيل مو بس بالتمثيل، مش بالحياه اللي انت عم تعيشيها، عن جد في كثير شغلات بتفيدك. فلا يعني انا كنت نظم، يعني هو كل فتره وفتره رح يعرضوا مسرحيه، وبالاخير يعني انت كل فتره رح تنظمي وقتك يعني لفتره محدده ورح تروح. يعني التمثيل شو غير شيء بشخصيتك هبه؟ كثير شغلات، مثل كسر عندي حاجز الخجل، يعني انا كسرت. انا اول شيء كنت بشارك بنشاطات بس ولا مره صدفت اني اطلع على مسرح. اول ما فتت بالتمثيل كان عندي خوف انه انت طالعه بين جمهور يعني، بس لا يعني عن جد التمثيل اول شيء خلاني اوثق بنفسي واعرف شخصيتي انا. وعطاكي ثقة أكثر وتكسري يمكن هذا الشيء بينك وبين الجمهور. مسرحية واحدة قدمتيها قدام جمهور، ولكن أكيد في لك نشاطات ضمن المدرسة. خلينا نحكي شوي عن نشاطاتك. هلا نحن عندنا في شيء اسمه بالمدرسة مبادرات، فمن ضمن المبادرات كان عندنا مسرحيات بالفصحى. وكنت أنا مشاركة فيها. شو شاركتي فيها؟ شو كانت مشاركتك فيها؟ أو شو الدور إذا كانت هي المبادرات فيها تمثيل أكيد؟ هو كنا عم نحكي عن شعراء. شو الدور اللي أخذتي؟ أنا طبعا بستقبل العالم لعند الشاعر وهيك يعني. وكيف حسيتي الدور؟ كنتي حاببتي ولا لا؟ كنت حاببته، يعني رغم انه بساطة الدور، رغم انه بده شغل. قديش التدريب على اي دور عم ياخذ منك وقت ولا حسب الدور؟ حسب الدور، يعني كل دور وله وقت محدد، او كل دور وانت امتى بتحسي انه عن جد انت مقتنعة فيه وانت رح تمثلي يعني. شو رأيك بالادوار اللي اخذتها؟ بدي اسألك الادوار اللي اخذتها هبة، قديش بتحتاج منها لوقت؟ بتحتاج منها لتدريب؟ طبعاً. يعني كيف تشوفيها بالبيت؟ قديش بتاخذ تدريب ضمن البيت كمان؟ هي ضمن البيت ما في، يعني انه دائما على دراستها، بس التدريب اكثر شيء بالمدرسه وبالمسرح. يعني ففينا نقول انه حتى بالبيت هو وقتها كله للدراسه، تدريب بالمدرسه وبالمسرح. الساعات اللي ممكن هي كانت تاخذهم بالمدرسه، هذا الشيء كان يخوفك شيء؟ بالضبط، كان يخوفك. كنت اتصل فيها مره ومرتين وهيك، دائما اقلق عليها، والحمد لله يعني انه نجحت بهذا الدور ونجحت بمهمته ان شاء الله. بنتمنى ووازنت بينه وبين تمثيل وبين دراسته. بنتمنى لكم التوفيق طبعا. بتمنى لك التوفيق هبه، وان شاء الله هيك بنلاقيكي بادوار لسه احلى واحلى. شكرا لك هبه عمار، بدنا نشكر والدتك كمان عفاف عمار. شكرا لك، بسطنا فيكم. مشاهدينا فاصل ونرجع. يقال الغضب رياح تطفئ مصابيح العقل، وجميعنا نتعرض يوميا لمواقف قد تجعلنا نغضب، ولكن فيما يستطيع البعض السيطرة على هذه المشاعر يصبح لدى الآخرين سمة تميز شخصيتهم. فكيف نتحكم بمشاعر الغضب وما تأثيرها على صحتنا وعلى نفسية وشخصية أطفالنا في البيت؟ هذا هو عنوان حلقتنا لليوم اللي طرحناه على صفحتنا على الفيسبوك، ورح أقرأ بعض المشاركات يلي إجتنا. رح أبدأ بأول مشاركة هي من آمال يلي قالت الغضب حالة انفعالية لا يمكن للإنسان أن يفكر أو يقرر خلالها، وهي سريعة ومؤقتة، لكن غالبا ما يكون المرء بعضها طيب المزاج. ضمن المشاركات أيضا فرح قالت الغضب سلوك مكتسب. أما المشاركة اللي اجتنا من زياد الخوري قال قيل في الأمثال الغضب هو جنون مؤقت، وأول الغضب جنون وآخره ندم، وثمة مواقف في حياتنا لا يمكن وبكل صراحة إلا أن نغضب فيها، ولكن السؤال المطروح هل نجعل الغضب يسيطر علينا ويمتلك أفعالنا وكلامنا؟ بكل تأكيد الجواب النفي، وحين نغضب علينا استحضار
كل شيء جميل وكل شيء محبب إلى ذاكرتنا، وبذلك نخرج من الحالة السلبية القبيحة الضيقة إلى أفق الجمال. وكل الشكر طبعا لبرنامج أحاديث عائلية، هي ضمن المشاركات اللي اجتنا من زياد خوري. كمان في مشاركة من إلهام، يقال ساعة الغضب ليس لها عقارب، ويقال الجواب الرقيق يسكت الغضب، وإنك تخطو نحو الشيخوخة يوما مقابل كل دقيقة من الغضب. لهيك لازم نحاول دائما ما يكون في عنا شيء خلينا نوصل لمرحلة الغضب، ودائما نتبع أساليب معينة لنخفف من الغضب. وآخر مشاركة لنا رح أقراها لليوم، الغضب من أسوأ ما قد يحصل معنا أو نعلمه لأطفالنا، ولكن تعلمت أن ممارسة التأمل يوميا ولو لعشر دقائق ينعكس على نفسية الشخص ويصبح أكثر هدوءا. هذه الطرائق التي أبعدتني كأم عن الغضب وعلمتني التحكم في أعصابي. أهم شيء أيضا الأم كونه هي دائما المسؤولة عن تربية أبنائها أنه تكون بعيدة جدا عن الغضب، لأنه هي رح تكون القدوة الأساسية لأولادها. هي معظم المشاركات اللي إجتنا على صفحتنا على الفيسبوك. فاصل ونرجع. الغضب أحد المشاعر الموجودة لدى جميع البشر، وهو أمر طبيعي في حال استطعنا التحكم به وتوجيهه بطريقة سليمة. لكن إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة فله نتائج لا تحمد عقباها، لا على الفرد ولا على أسرته ومجتمعه. لنتعرف أكثر إلى الغضب وكيفية تأثيره على الأسرة والأطفال، يسرنا أن نستضيف الاختصاصية النفسية طبعا بالاستوديو روان ناصر الدين. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. خلينا نحكي معك عن الغضب، يعني خلال مشاركاتنا إجت كثير مشاركات على موضوع الغضب، بدنا نتعرف منك تعريف الغضب. تمام. هلا الغضب هو انفعال طبيعي بيشعر فيه اي شخص وقت اللي بيكون بموقف مثلا بيشعر فيه بالتهديد لذاته، او مثلا يكون بخطر معين، او ما عم تتلبى حاجاته الاساسيه. هلا الغضب كمان له درجات، يعني ما فينا نقول اي غضب هو غضب مقبول. تمام. ففي عنا درجات نحن ممكن يتدرج فيها هذا الشخص، بداية من الضيق أو الاستثارة، ومن ثم ممكن ينتقل للغضب البسيط. أما الشيء اللي بيستدعي تدخل من اختصاصيين هو الغضب الشديد اللي بيتمثل بالعنف والتدمير. يعني في له درجات، وهون نحن بدنا نعرف لما بيكون في الغضب كتير كبير فهو إيمات بدي أقول إنه هذا الغضب هو بحاجة لأني إلجأ لمختص نفسي أو ممكن إلجأ لطبيب نفسي. تمام. وقت اللي عم تكون الأعراض محتدة، عم يكون في إعاقة مثلا أو خلل وتراجع بالأداء الوظيفي أو الأكاديمي لهذا الشخص، ويمكن لأسباب يمكن نحن نلاقيها عادية، ما أنا بحاجة لغضب كتير كبير، فممكن هون كمان يلجأ الشخص يعني تدابير ذاتية. فينا نقول قديش ممكن يأثر على صحته نفسيا وجسديا؟ تمام. هلأ بصراحة بيأثر، لأنه هلأ من ناحية الصحية هو ممكن الشخص تزداد عنده الجلطات القلبية مثلا، أو مثلا ممكن يصير في عنده زيادة بمعدل ضربات القلب، أو مثلا ضغط الدم يرتفع، بالإضافة لزيادة إفراز مادة الإدرينالين والكورتيزون. ففي عنا كثير من الخلل اللي ممكن يصير على المستوى الصحي. أما على المستوى النفسي فهو أكيد عم يترك آثاره، ممكن يصير في عنده مزاج منخفض، لوم لذاته، أنه وخاصة وقت بيتكرر عنده فعل الغضب. تمام. تمام. هلا الغضب ممكن نقول أنه هو سلوك فطري أو هو مكتسب، يعني نحن نسمع دائما بنقول هو هيك طبعه عصبي، ما بعرف اذا العصبي هو نفسه انه الغضب، هو طبعه هيك يعني من هو وصغير هو هيك. هل هو سلوك فطري ام مكتسب؟ هلا بصراحه حسب الدراسات، هلا في استعداد وراثي. تمام. بس هو ما له الكافي، يعني اكيد الطفل اذا ما نشا ببيئه بالاساس في عنده شيوع لهذا الغضب فهو ما راح يكتسب. ففينا نقول استعداد الوراثي هو بشكل كتير ضئيل. تمام. بس للبيئة هي الدور الأكبر بأنه يكتسب الطفل هذا السلوك، وخاصة بالسنوات الأولى من حياته. فمعناتها نحن ممكن نزيد هاي الحالة عنده، أو حتى ممكن نحن نخفف هاي الحالة عند الطفل. أسباب الغضب شو ممكن تكون الأسباب لنوصل لمرحلة فعلا من الغضب؟ أنه بده يكون مارس ضمن البيئة يلي موجود فيها الفرد، سواء كانت الأسرة أو بمكان آخر، عم يمارسوا من هذا السلوك.
بالإضافة من أسباب الغضب هي وقت اللي ما عم تتلبى الحاجات عند هذا الفرد، سواء الحاجات الأساسية أو الحاجات الثانوية اللي هو بيطمح إلها، إعاقة الدافع أحياناً أو إعاقة الأهداف أحياناً، بيبقى الشخص عم يسعى لأهداف معينة وقت اللي ما عم تتلبى هي الأهداف كمان عم يشعر بالغضب. كمان وقت اللي هو عم يكون في انتهاك لمعايير أخلاقية معينة، كل شخص فينا له مبادئه له قواعده، فوقت اللي هو عم يحس إنه هاي المكان اللي عم يكون فيه ما عم يتناسب نوعية مع المعايير اللي هو أو مع المبادئ اللي بيحملها، فممكن يشعر بالغضب. هلأ نحن بنشوف أحيانا يعني بعض الأسر كأنه أسلوب الغضب عنده هو الأسلوب المتبع بالعيلة أو بالأسرة، قديش ممكن تأثر هذا الطريقة أو هذا الأسلوب على الطفل؟ بتأثر، لأن الطفل بيصير أنه وقت اللي عم يشوف مثلا أمه وأبوه عم